لأفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أمين أمين. صلاة الجمعة، هناك فرق بين الجمعة وبين الجمعة. الجمعة بالسكون، سكون الميم، والجمعة بضم الميم. بسكون الميم بمعنى أسبوع. نحن نأتي للدرس عند مولانا الشيخ صالح مرة كل أسبوع. مرة كل إيه؟ يبقى إيه مولانا؟ الشيخ يأتي مرة كل جمعة بسكون مين؟ الميم. يأتي السبت، يأتي الخميس، يأتي الثلاث، يأتي الأربع، المهم هذا هو الجمعة. جمعة بالضم. يا أيها الذين آمنوا، من فاكر؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ولا الجمعة؟ بضم مين؟ يبقى بضم الميم يطلق على اليوم، يوم الجمعة. يوم الجمعة اسمه يا أولاد فرايدي، بين فرايدي جمعة، فرايدي مولانا. ولماذا نطقت الآي آي؟ لأنها ختمت بإيه؟ فرايدي، لم تختم بإيه. لو ختمت بإيه تنطق آي، لم تختم بإيه عادي مولانا، كأنها كسرة. خلاص، وتذكر هذا الكلام، متى تنطق الآي آي؟ إذا ختمت إيه؟ بإيه. اديني مثال. ها فاين، إف آي إن إي. خلاص مولانا، ها فهمتم هذا؟ ها خلاص. جهلاء في الإنجليزي وجهلاء في العربي وجهلاء في الفقه، ماذا يفعل الشيخ؟ استغفر الله العظيم. طيب، قال الشيخ زمان أفسد عقله بمثل هذه الأمور، لكن مش مشكلة. إذا نودي للصلاة من يوم الإيه؟ جمعة. يبقى اليوم اللي هو الجمعة. طب الصلاة جمعة أيضا، جمعة. حكم صلاة الجمعة فرضت مع فريضة الصلاة، ولكن لم يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، لأن الجمعة اجتماع، ونحن لا نريد أن نفعل مشاكل مع الكفار، يجتمع المسلمون فيأتي الكفار ويقتلوهم. ومن هنا أول مرة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاها فين؟ صلاها في المدينة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم إيه؟ حد فاكر؟ يوم الاثنين. وبنى مسجد قباء يوم إيه؟ ثلاث، أربع، خميس. يوم الجمعة دخل مكانه الآن، يوم الجمعة دخل مكانه الآن. فصلى الرسول صلاة الجمعة في المدينة، ولم يصليها في مكة، وقد شرعت في مكة مع الصلاة عادي. أكرر، لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في مكة حيث لا نجتمع فيقتلنا الكفار؟ ربنا يخليك حبيبي، فيقتلنا الإيه؟ كفار. طيب، صلاها في المدينة، المدينة تغير الحال من ضعف إلى قوة، ومن فرقة إلى اجتماع. لا، المدينة ما شاء الله موضوع كبير. حكم صلاة الجمعة فرض عين على من توافرت فيه كم شرط؟ كم شرط؟ سبع شروط. يعني أديني بلخص معك هون، أديني بلخص. حكم صلاة الجمعة فرض عين. يعني فرض عين؟ ليس فرض كفاية كصلاة الجنازة. فرض عين، كل من لم يفعلها يأثم، لكن تتوافر فيه سبع شروط.
هنشرح. وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر المعروف. تخرج الجمعة إذا خرج وقت صلاة مين؟ الظهر. أنا أقول مثال: الظهر الساعة 12:05، العصر 3:11. فإذا صلينا الظهر الجمعة الساعة 11 باطل، وإذا صلينا الجمعة الساعة 4 ليست جمعة وإنما هي قضاء. خلاص. الجمعة إذا خرج وقتها تصلى ركعتين ولا أربعة؟ مش عارف، مش سامع. أربعة ولا اثنين؟ لكن ليست جمعة، لا يوجد جمعة أربعة، تصلى ظهرا قضاء. تصلى ظهرا إيه؟ قضاء. الشيخ ربنا يكرمه دخل يخطب، عمل الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، وأخذ يفسر في سورة البقرة آية آية. فجأة الله أكبر الله أكبر، إيه ده العصر؟ يعمل إيه مولانا؟ نعمل له إيه؟ أحيانا كثرة العلم غير مفيدة. خلاص. فنزل الرجل يصلي ظهرا ولا جمعة؟ ظهرا. كم ركعة؟ أربعة. لا يصلي جمعة قضاء؟ لا يوجد جمعة قضاء، لا يوجد جمعة قضاء. طيب يا سيدي، لا يوجد جمعة قضاء، هل ده مسألة تاني، هل صلاة الجمعة ظهر مقصورة؟ هل صلاة الجمعة ظهر مقصورة ولا الجمعة مستقلة؟ أنا مش عارف، أنا أسأل مولانا، أنا أسأل مولانا. ها، أهل الله كده وأهل العلم والتقوى والورع. مستقل مين؟ المستقل سيد رحمات، من العلماء العظماء. ده سيد رحمات من العلماء العظماء. خلاص. الجمعة مختلف فيها. الرأي الأول أنها ظهر مقصورة، الرأي الثاني أنها صلاة مستقلة، إلا أن وقتها وقت مين؟ الظهر. يا رب تخلي بالكم عشان خاطر يا ابني افهم رحمكم الله. ها يا ابني، عشان المكرونة يا ابني تعطس هكذا، لا تعطس في إيدك، وبعد ما تعطس في إيدك تسلم على الشيخ، وبعدين الشيخ يمرض. طب وبعدين؟ لسه يا ابني الشيخ عايز يعيش عشان هداية الأمة، سيب الشيخ يعيش شوية. كيف النجاة من كورونا؟ أن تأكل مكرونة. النجاة من هذا المرض إن شاء الله نحن في أمان مولانا، نحن في أمان بإذن الله. الوضوء مولانا، الوضوء طهارة الفم وطهارة الأنف، وتشرب ماء كثير مولانا، تشرب ماء كثير. لكن كان زبيل بيشتري لنا 4 كيلو تكسب ثواب. خلاص. لكن نحن في امان الحمد لله، مصر في امان محفوظه الحمد لله، ولا كورونا ولا مكرونة ولا حاجه خالص، كله ان شاء الله جيد. السؤال كالاتي: سنقرا في القواعد، وهذا مكتوب في نهايه الامتاع الجديد، قواعد الفقه الشافعي 5 قواعد كليه، 40 قاعدة متفق عليها، 20 قاعدة مختلف فيها، يبقى المجموع كام؟ 65 قاعدة. 65 ايه؟ قاعدة. سهلة دي ولا صعبة؟ سهلة إن شاء الله. من القواعد العشرين المختلف فيها: هل الجمعة ظهر مقصورة؟ رأي. صلاة مستقلة؟ رأي. والراجح أنها صلاة مستقلة، وقتها وقت الظهر،
يبدأ ببدايته وينتهي بنهايته. الشيخ دلوقتي بيحط لك نقط لعلك تتذكرها، وأريد من سعادتك أن الله يمن عليك كما من على الشيخ وتشرح من رأسك، بس بنقاط مختصرة سهلة واضحة. كيف هذا؟ أن تقرأ وتفهم وتسمع، لو تفهم وتكرر تحفظ ثم تنظم. أنا جلست مع الشيخ 20 سنة، إيه النتيجة؟ قرأوا البخاري قرأته، لكن لما نسأل قل لنا البخاري ده لا يعرف شيء. لا، احنا عايزين نمشي مع بعض كده. فرق بين الجمعة والجمعة، متى فرضت الجمعة؟ مسألتين، حكمها 3، هل هي صلاة مستقلة ولا مقصورة؟ 4، وقتها 5. الشيخ شرح 5 مسائل. المسألة السادسة حكمها الوجوب العيني على من توافرت في كم شرط؟ 7 شروط. الشرط الأول الإسلام، لا يحتاج لشرح. كيف كافر يصلي؟ ها؟ إيه شروط وجوب الصلاة؟ إسلام، بلوغ، عقل، ها؟ نقاء من الحيض والإيه؟ والنفاس. اذكر شروط وجوب الصلاة. 1، بعد الدرس يا ابني وريني مجموع المتون بتاعك ده، ماشي؟ بعد الدرس، بعد الدرس، بعد الدرس، بعد الدرس أرى، ماشي؟ عشان نحن نجمع متون العقيدة، لو في متون عقيدة جديدة أنا أصور، ماشي؟ تفهم ما أقول؟ فهم؟ أنت أندونيسي؟ ولا يهمك، كموجيلة يضحك على طول، فاهم؟ كموجيلة في مصر يعني شخص محترم. أنت نيو طالب مولانا؟ نيو طالب؟ عندك هذا ولا ليس عندك؟ ما عنده، يلا أعطوه له هدية. يلا سيد تفضل، هات 50 جنيه. يضحك، شوف الفلوس كله يعرف، سبحان الله، الفلوس لا دين لها ولا لغة لها ولا وطن، كله عارف الفلوس. شوف أكلمه بالعربي مش عارف، بالإنجليزي مش عارف، لكن هات 50 جنيه يضحك. فلوس سحر، الحمد لله أن الجنة ليس فيها فلوس. عارف لو الجنة فيها فلوس يا سلام، هتلاقي ربنا يخرج الناس من الجنة إلى النار. فالحمد لله أن الجنة ليس فيها إيه؟ فلوس. 1، الإسلام، لأن الإسلام عبادة. مولانا نعم، الكافر يحاسب يوم القيامة على الصلاة، زيادة في العذاب والتنكيل، فلو صلى الكافر لا تقبل منه. 2، بلوغ، صبي، 7 سنين يذهب مع أبيه مع أمه، 10 سنين نحن نغضب لو لم يذهب، بلغ، نحن أصدقاء، لكن خلي بالك فرض عين صلاة الجمعة، ومن ترك 3 جمعة تهاونا إلا وطبع الله على قلبه. من ترك 3 جمعة لكن رحمة ربنا تهاونا، مريض معلش، من ترك 3 جمعة تهاونا إلا وطبع الله على إيه؟ قلبه. طيب إيه تاني؟ إسلام والبلوغ، العقل، مجنون نعمل إيه في المجنون؟ لو ذهب إلى صلاة الجمعة يفسدها، خلاص. إذا أخذ، دي قاعدة، الواهب ما وهب أسقط ما وجب، إذا أخذ الواهب ما وهب أسقط إيه؟ ما وجب. يلا حرية، سلام على الرحمة، سلام. قد يكون عبد وأمره ليس بيده، الأمر بإيد مين؟ سيده. فلما صعب على العبد أخذ القرار رفع الله عنه، فلو ذهب العبد لصلاة الجمعة
صحت منه. فإن لم يذهب صلاها ظهرا. الحمد لله ما فيش عبيد. أكرر حتى نحفظ، إسلام بلوغ عقل حرية. الشرط ده صعب قوي، الذكورية. يا سلام، وقت صلاة الجمعة في منتصف النهار والناس تريد غداء، فخفف الله على الزوجة وعلى البنت وعلى الأم لانشغالها بالطعام، فرفع عنها صلاة الجمعة. فلا يجب على المرأة وإن كانت تسكن في المسجد أن تصلي الجمعة، لا يجب. فإن صلت صح منها. أنا في نساء كثير تصلي الجمعة وماله، ولا نذهب. فإذا ذهبت تصلي ظهرا ولا جمعة؟ جمعة. هل يسن الغسل لصلاة الجمعة؟ على مذهبنا سنة. فهمت؟ على مذهبنا إيه؟ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، والغسل أفضل. والغسل أفضل. السؤال، إذا ذهبت لا يجب، وإن ذهبت صح منها، هل يسن للرجل غسل الجمعة؟ يسن، لأن الرجل سيذهب سيذهب. وكل اجتماع للمسلمين السنة الاغتسال. متى يبدأ غسل الجمعة؟ دي مسألة يعني سابعة في السنايا. يبدأ غسل الجمعة بعد صلاة الصبح. متى ينتهي؟ عند صلاة الجمعة. هذه مسألة سبعة. نكمل. صلاة الجمعة لا تجب على المرأة، فإذا ذهبت صح منها. طيب، شرط جميل بعد كده إيه مولانا؟ الاستيطان. يعني الاستيطان، خفف الله على المسافرين صلاة الجمعة. أول مرة أسافر إلى أندونيسيا ركبنا الطائرة يوم الخميس تقريبا 10 مساء أو 8، يعني زي كده، يوم الخميس ليلا. متى وصلنا أندونيسيا جاكرتا؟ وصلنا الساعة 4 مساء، بعد الجمعة ولا قبل الجمعة؟ غالبا بعد الجمعة، ممكن 5. أنا علي صلاة جمعة ولا ليس علي صلاة جمعة وأنا لم أصليها؟ هنا مسألة رقم 9. من شروط وجوب الجمعة الاستيطان. يعني الاستيطان إقامة. أنا مسافر، متى تجب صلاة الجمعة على المسافر ومتى لا تجب؟ إذا سافر قبل صلاة الصبح عند الجمهور خلافا لأحمد بن حنبل. إذا سافر قبل صلاة الإيه؟ الصبح. بالراحة. الشيخ سافر يوم الخميس الساعة 10 مساء، قبل الصبح ولا بعد الصبح؟ قبل الصبح. وصل العصر، فاتت الجمعة؟ فاتت الجمعة. يصليها إيه؟ ظهرا. يصليها إيه؟ كم ركعة؟ 4. طب ممكن يصليها قصر؟ ممكن، لكن ليس جمعة. ظهر مقصورة، ظهر إيه؟ ليست جمعة. أنا الساعة 6 بعد صلاة الصبح كده، والإنسان كده يقرأ قرآن كده ويراجع خطبة الجمعة، في تليفون كده من وزارة الأوقاف: يا مولانا، نعم، الرجاء تنزل بسرعة إلى الأسكندرية. ليه؟ نريدك أن تخطب في مسجد التوبة في الأسكندرية. هذا بعد صلاة الصبح ولا قبل صلاة الصبح؟ بعد. سهلة، الساعة 6 ذهبنا إلى القطار. الساعة كم؟ الساعة مثلا 7، نركب القطار الساعة 7 7:30، نصل الإسكندرية 11 قبل صلاة الجمعة. ندرك الجمعة ولا ندرك؟ ندرك. وجب على من سافر بعد صلاة الصبح أن يدرك الجمعة. فإن لم يدرك الجمعة وصلى الظهر قضاء لكنه يأثم.
تفهمون ولا أعيد؟ ها؟ أعيد. إيه المشكلة؟ نعيد. الشيخ إذا سافر قبل صلاة الصبح لا تلزمه جمعة، يصلي ظهر تامة، ظهر مقصورة، هو تيسير ربنا. فإذا سافر الشيخ بعد صلاة الصبح وجب أن يدرك الجمعة. الساعة 6 سافر الإسكندرية، سأدرك الجمعة، سأدرك. مولانا نعم، روح لأسوان. أسوان 100% لأدرك الإيه؟ لو كان بسيارة لازم ندبر الأمر في مكان فيه إيه؟ مسجد. طب إذا كان أسوان بالقطار والشيخ مسافر الساعة 7 الصبح، يدرك الجمعة ولا لا يدرك؟ لا يدرك، لا يدرك. إذن يحرم أن يسافر إلا لضرورة. إلا لإيه؟ يبقى شرط، شرط أن الإقامة شرط في وجوب صلاة الجمعة. المسافر ليس عليه جمعة بشرط أن يكون السفر قبل الصبح، فإذا كان السفر بعد الصبح لا يجوز السفر عند المذاهب الثلاثة خلافا لأحمد، إلا إن أدرك إيه؟ الجمعة. إحنا حين أسوان الجمعة هتدن فين؟ وإحنا في المنيا، خلاص نصلي في المنيا، مسجد مولانا الفولي كده نصلي فيه ونمشي. لا مولانا، ده أنا راكب قطار. لا، أنا رايح أسوان بالطائرة، ممكن ساعة، خلاص روح مولانا. لو تسافر 7 تكون هناك 8، ستصلي الضحى كمان. 7 افتكروا القاعدة، إذا أخذ الواهب مواهب أسقط إيه؟ إيه القاعدة؟ إيه السابع؟ الصحة. ليس على المريض إيه؟ حرج. ومن في حكمه؟ طبيب مولانا، اتصلوا به، يا دكتور نعم انت فين؟ انا في المسجد اقرا سوره الكهف لصلاه الجمعه، رجاء تعال بسرعه. ذهب الى المستشفى عمليه، دخل الساعه 11 خرج الساعه 3. كل المساجد صلت الجمعه، سيتوضا ويصليها ظهر، لماذا لم يصلي جمعة؟ ضرورة، والضرورات تبيح بس الضرورة بمقدارها. لو كانت تؤجل تؤجل، لا تؤجل خلاص. كما قلت لكم الضرورات تبيح الايه؟ المحظورات. ادي 7 شروط. رجاء كده يا ابني ب9 مسائل نحاول نكرر مع بعض. قول معايا: الاسلام، البلوغ، العقل، الذكورية، الذكورية، الاستيطان، بدون شرط منها لا تجب الجمعة.